السلام عليكم، معكم المهندس عمر المريجي، وان شاء الله هنكمل في الفيديو ده سلسله شرح برنامج الايتابس. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنعمل اول حاجه بعد الران اللي هي التشيكس بتاعت السيزميك لود. اول حاجه لازم تعملها بعد الران انك تعمل التشيكس دي تشيكس خاصه باحمال الزلازل كتمهيد بعد كده، او دي طبعا زي ما هنشوف بعد كده هي تشيكس مبدئيه وهتتعاد عملها في وقت وقت ثاني قدام، بس في الاول بنعملها كتشيكس عشان نتاكد ان احنا خلاص الدنيا عندنا تمام وظبطنا الدنيا، ونعمل بيها ديزاين مبدئي ونقعد نغير لحد ما الدنيا تتظبط، وده لسه هنشوفه قدام ان شاء الله. المهم التشيكس دي عباره عن ثلاثه تشيكس. اول تشيك ليها علاقه بالنمبر اوف نودز، ثاني تشيك ليها علاقه بالبيشير اللي هو التوتال لود بتاع الزلزال، ثالث تشيك ليها علاقه بالدريفت حركه المبنى تحت تاثير الزلزال. طب اول تشيك ده عباره عن ايه؟ اول تشيك ده عباره عن ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنختار عدد الكود بيقول لك في مينيمم نمبر اوف نودز بتاخده اللي هو الثلاثه روت ان. بعد ما بتاخده انت بتتشيك ان النمبر اوف نودز دي محققه او يعني محققه اكتر من 90% من الحركه. يعني ايه؟ زي ما قلنا قبل كده ان المنشا مثلا في حاجه مثلا 70 مود، وشرحنا الكلام ده قبل كده، الحاجه 70 مود ده اللي بيشاركوا بالحركات، بيشاركوا في حركه المبنى. ف المود بتترتب بترتيب معين، اول مود ده اعلى تايم بيريد وهكذا عمال تقل، وكل ما التايم بيريد بتزيد المفروض يعني في الحالات العاديه ان مشاركه المود بيكون اكتر في الحركه. فعايز اتاكد ان انا احتمال لو خدنا كل الحركه المود هيبقى الرقم كبير جدا او هياخد وقت كبير في حله يعني، فبنتاكد ان الرقم اللي احنا حطيناه مغطي 90%، ولو طلع مش مغطي 90% بنزوده، يعني مثلا حطينا 11 خليه 12 13 لحد ما يسيب معاك. هنعمل التشيك ده ازاي؟ هنيجي نعمل ديسبلاي شو تيبلز اناليسز ريزلتس مودل ريزلتس مودل بارتيسيبيتنج ماس ريشوز، بس اوكي هتلاقي كل المودز مود 1 مود 2 مود 3 وهكذا، كل المودز بتعدي معاك لحد مود 12 اللي هو اخر مود احنا حطيناه. وهتلاقي حاجه اسمها سام يو اكس وسام يو واي، تجميع مشاركه المودز كلها لحد المود ده. هتلاقي ان الاكس 97% والواي 95%، والكود بيقول لك ان انت المود اللي تحطها لازم تكون معديه 90%، فانت معنى كده ان اول تشيك طلع سيف. طب تاني تشيك ايه؟ تاني تشيك ان انت الكود بيقول ان البيشير او التوتال لود بتاع الزلزال في اكس وفي واي لازم يكون اكتر من 85% من لود الزلزال بالطريقه القديمه اللي هي اسمها الايكوفالنت ستاتيك لودنج. ده ممكن ما يبقاش ليه سبب منطقي قوي، بس هو الكود دي الطريقه القديمه اللي كان بيستعملها، فعايز يامن نفسه، فبيقول لك لازم تبقى انت مغطي على الاقل 85% من حمل الزلزال اللي طالع بالطريقه القديمه. طب اول حاجه هنجيب ازاي حمل الزلزال بالطريقه القديمه؟ خش على اكسل شيت او اي طريقه، انت في طبعا طرق مختلفه، وتبدا تعرف السويل تايب. احنا كنا معرفينها سويل تايب سي كانت زون 3 عشان القاهره، لو جيت تخش هنا تلاقي ان زون 3 هي القاهره، او القاهره هي زون 3 يعني بشكل ادق، القاهره زون 3. الايتا ده كان فاكتور ليه علاقه بالدامبنج، فالكونكريت بيكون 1. الار ده هناخدها بخمسه ان هي عباره عن شير وولز، والكلام ده شرحناه قبل كده كله. يعني الامبورتنت فاكتور في 1 في حاله الاحمال، حاله المباني السكنيه. التوتال اتش هايت بتاع المبنى لو جينا نفتح هنا فيو او ايديت ستوري موديفاي، هتلاقي المبنى 36 متر ارتفاع، يعني بتحط هنا 36. نوع السيستم هتلاقي اذر ولا ستيل فريمز ولا ار سي فريمز اللي هو اذرز. وايه الدبليو؟ الدبليو دي اللي هي زي ما كنا بنعرف قبل كده الماس سورس اللي هو الديد زائد الفا لايف، والالفا دي فاكتور ليها علاقه بال، طبعا ده كله قلناه قبل كده، الفاكتور ليها علاقه باستخدام المبنى. فلو المبنى سكني بيكون الالفا ده بربع، فديد زائد ربع اللايف. طب انا اجيب منين توتال وزن المبنى ديد وربع اللايف؟ محتاج ترجع للايتابس تفك كده وتعمل ديفاين لود كومبينيشنز، مش لازم تفك الرن كومبينيشنز، مش محتاجه تفك الرن، وتعمل حاجه اسمها سيزميك ويت اللي هي تحط فيها توتال ديد. فقلنا محتاجين التوتال ديد لود هناخده ب 1، واللايف لود بالفا اللايف اللي هو كان في حاله المبنى السكني بروب، بس اوكي اوكي. بعد كده عايزين نجيب التوتال رياكشن بتاع المبنى او توتال وزن المبنى من الديد زائد ربع اللايف دي، فاعمل ديسبلاي شو تيبلز، خش على برضو اناليسز ريزلتس ثواني كده رياكشنز ديز رياكشنز، بس اوكي جيب لك توتال رياكشن المبنى. هتلاقي انزل كده تلاقي سيزميك ويت بكام؟ 1 9 7 8 6 3، 1 9 7 1 9 7 8 6 3. طلع طبعا هنا هتلاقي فيه اول وكوستال، ده اللي هو قلنا كل الحاجات ما عدا الساحل اللي على البحر المتوسط، وده الساحل اللي على البحر المتوسط. احنا عايزين الرقم ده، تعالى ناخده ونكتبه تحت كده 9 5 9 7 9 5 7 7 5 7 2.
احنا محتاجين ناخد 85% منه عشان نشيك بيه. 85% في الرقم ده. تمام. بعد كده نيجي على الفايل. نعمل بقى عشان نجيب البيز شير في الاكس والواي بتاعت الطريقة بتاعتنا. اللي هي response spectrum method. هنجي نعمل display. بس ثواني. display. شوف story response plot. story share. SBEX شوفها الاول كام طلع. هتلاقي البيس شير مرسوم يعني اللي هو حمل الزلزال عند كل دوره بيتجمع وهو نازل كوميوليتيف. هتلاقي ايه الرقم ده اعلى رقم هو عمال يتجمع وانت نازل. وناخد الازرق ان ده الاكس اللي هو الازرق. هتلاقي ان الرقم 3922 3922 ده الاكس. والواي خمسة زيرو خمسة اتنين. طبعا ده وده اقل من 85% من ده. فمحتاجين نشوف الفرق كام. لو قلنا او عشان ده يعني من الاخر عشان ده يوصل لده محتاج يتضرب في كام. لو قلنا ايكوال ده على ده يبقى محتاجين نضرب الاكس في 1.64. ولو قلنا ده على ده محتاجين نضرب الواي في 1.27. طب هنعمل ايه عشان نوصله للبيشير ده؟ هنقوم جايين هنا فكين الرام ونيجي نرجع لديفاين لود كيسز الاكس دي. نخلي الفاكتور ده قلنا الاكس بكام 1.64 والواي 1.27. نرن تاني. بعد ما خلص رن عايز تخش تشيك تاني وتشوف البيش شير بقى كام خش بنفس الطريقه وشيك. هتلاقي المفروض ان هو وصل ل 85% من الرقم بتاع الطريقه اللي هي الايكوفالنت ستاتيك ميثود اللي زي ما عملنا من شويه. اخر تشيك التشيك بتاع الدريفت. تعال نرجع للكود كده صفحه 152 كود الاحمال. هتلاقي بيقول لك ايه في حاجه اسمها دي ار مضروبه في فاكتور في ام يو المفروض يبقى ليس ذان 0.005 اتش. تعال نمسك اول حاجه الاتش. اتش ده ارتفاع الدور. طب ايه الدي ار؟ ده الريلاتيف ديسبيسمنت بتوين التو فلورز اللي ورا بعض. يعني المفروض تدور على الاكبر ريلاتيف ديسبيسمنت بتوين التو فلورز. طب ايه الفي؟ الفي ده فاكتور ليه علاقه باهميه المنشا بيزد على امبورتنس كاتيجوري. احنا بنتكلم في رقم معين. احنا طبعا المنشات السكنيه بتبقى كاتيجوري 3 زي بالظبط الجدول القديم. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه الفي 0.5. طب فيك هتلاقي ان في كذا معادله والفاكتور ده بيتغير فيها. ده بيزد على العناصر النون ستراكشر اللي موجوده في المنشا. هتلاقي ان احنا دايما بنتكلم في ايه الكيس دي. فاضل لك كده ايه الدي ار. الدي ار ريلاتيف ديسبيسمنت لو جيت ترجع هنا هيقول لك ان الدي ار بتجيبها انت من ايكويشن 825. لو جينا نطلع فوق كده هتلاقي بيقول لك ان الديسبيسمنت اللي انت بتستعمله بيجي من 0.7 في الار في الدي اي. من غير ما نخش في تفاصيل ليها علاقه بالديناميكس والكلام ده هي الدي اي ده الالاستيك ديسبيسمنت اللي بتجيبه انت من البرنامج. انت تقدر تضربه في 0.7 في الار. طب تعالى اول حاجه نخش على البرنامج كده ونشوف هنجيب ازاي الديسبيسمنت. اعمل ديسبلاي ستوري ريسبونس بلوتس. نخش على الدريفت. الدريفت ده اللي هو الريلاتيف ديسبيسمنت بتوين فلورز. مش عايز الابسولوت انا عايز الريلاتيف بتوين كل دور. وهنشوف دلوقتي البرنامج عامل ايه. لو جينا نجيب الاكس هنشيك مثلا في اتجاه اكس. طبعا التشيك اللي هتعمله في اكس يعمله في واي. يعني المفروض يعملها على اتنين بس انا هعمل الاكس بس دلوقتي. طبعا ممكن تخش تشوف الكبير وتشتغل لكن عشان بس ننجز وقت. ده الريلاتيف ديسبيسمنت في اتجاه الاكس. طبعا هو مخلي ان الاكس يعني دلوقتي بتاع الاكس نفسه طالع الواي اكتر من الاكس. ده بيبقى بسبب ممكن الروتيشن اللي بيحصل في المبنى وانت حاطط بوينت 3 وقصه كده. فالمهم انت تاخد الكبير وخلاص وتشتغل عليه. ان لو ده سيف يبقى التاني هيبقى سيف اكيد. بس طبعا يعني هو الاكس فيه اكس وواي لان زي ما قلنا المبنى بيلف الروتيشن واصلا كده كده يعني طبعا هنا مفيش بوينت 3 بس في الاخر المبنى بيلف فالروتيشن ده بيخلي المبنى ليه حركه شويه. المهم هناخد ناخد الرقم يعني ناخد الرقم الكبير على طول. هيطلع كام؟ هيطلع 0.004. تعالى هنا في اي اكسل فاضي اي حاجه فاضيه كده
0.004. خلي بالك الرقم اللي في الاكسل اللي في التابس ده الدريفت تلاقي يونتلس. يونتلس يعني ايه؟ يعني من غير يونتس. فهو اكيد مش ده ماينس ده، هو يونتلس. فاليونتلس ده بيبقى ريلاتيف بالنسبه لارتفاع الدور. طبعا كده ان ده دلتا على اتش. خلي بالك بس لو خدنا ده ضربناه في 0.7 في الار اللي هي بخمسه هتلاقي الرقم ده. طب بعدين تعالى نرجع معادله الكود كده، دي كده خلاص يبقى احنا جبنا 0.7 في ار في الدي، بس خلي بالك ان ده كلام مقسوم على اتش. تعالى بقى نرجع للمعادله الاولانيه، هتلاقي ان الرقم اللي كان في المعادله ده ده ريلاتيف ديسبيسمنت بتوين الادوار، ما قالكش ان هو بالنسبه لارتفاع الدور. فاحنا ممكن نعمل ايه بكل بساطه؟ هنجيب الاتش دي تحت فتبقى دي ار على اتش، يبقى الرقم ده دي ار على اتش هو الرقم اللي احنا حسبناه من هنا اللي هو الرقم ده. كويس قوي. طيب بعد كده المفروض ده يتضرب في الفي اللي هي قلنا 0.5 عشان موضوع الاستخدام. فده لو ضربناه في 0.5 هتلاقيه 0.007. طب لو جينا نرجع للالاول قلنا هيطلع 0.005، بمعنى كده ان المبنى ده انصيف بالنسبه للدريفت في الاتجاه ده. طيب حل ده المفروض ايه؟ انك يا اما هتزود سنك شير وولز، هتزود ابعادها طولها، هتزود شير وولز زياده. طبعا كده كده لسه ده اصلا انيشال استيميت للمبنى وانيشال يعني تشيك سريع، لان انت لسه الشير وولز المفروض مش بابعادها الفاينل ولا اعملها بابعادها الفاينل، بس انا هشوف انا فين من المنطقه بتاعتي. انا كده عارف ان انا انصيف شويه، هنشوف اداها هنعمل ايه بعد ما نعمل ري ديزاين او نعمل ديزاين وبتاع ونعمل ري تشيك تاني للمبنى. كده انا عملت الثلاثه تشيكس بتوع الزلازل بشكل مبدئي، انا جاهز ان انا ابدا اعمل ديزاين، وده اللي ان شاء الله هنكمله في الفيديوهات الجايه. شكرا والسلام عليكم.